مبارك لكم عيد الغدير الغار ها ولكافة شعب أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها وعلمانا والأول لصاحب العصر والزمان. نهنئ الأمة الإسلامية بهذا العيد الأغر، عيد الولاية، عيد تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام، ونتمنى إن شاء الله يعود هذا العيد والأمة الإسلامية جمعاء في خير وعافية. بخم عيد ساداتي، بخم عيد ساداتي، مفاتيح الآل به أحرار. أنا طفل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين، الحمد لله على إتمام النعمة وإكمال الدين. أهنئ الأمة الإسلامية جمعاء بهذه المناسبة العظيمة، وهي عيد الله الأكبر، يوم الغدير، يوم العهد المعهود والميثاق المأخوذ. أسأل الله العلي العظيم أن يعيد هذه المناسبة علينا جميعا في حال أفضل من هذا الحال، في حال ترفل فيه الأمة الإسلامية وبلدي العزيز في الخير والأمن والعطاء. إنه سميع الدعاء قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين. عيد ساداتي نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة يوم الغدير لصاحب العصر والزمان، جعله الله إن شاء الله من أصحابه. السلام عليكم. في الولا عمر إذا حب الورى سر، فحبي للولا جهرا، سألت الله يبقيني وأقضي في الولا عمرا. أضاء العيد لنا فجرا، عيد ساداتي، بخم عيد ساداتي، مفاتيح الآل به أحرار. أعيد العيد كآبائي وأقرأ للملا شارا، أثني القول يحلو لي، أضاء العيد لنا فجرا. أعيد العيد كآبائي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. نهنئكم جميعا بذكرى عيد الغدير، كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهن قرية النويدرات وأهن الأمة الإسلامية جمعاء بعيد الغدير. نهنئكم بهذه المناسبة، عادها الله عليكم باليمن والبركات في حال أحسن من هذا الحال، والله فرج عن معتقلين. الحامل الراية تدعى هدم الحامل الراية، يوم الغدير بعيد الولاية، يوم الغدير بعيد الولاية، تدعى هدم الحامل الراية، تدعى هدم الحامل الراية. نعلن ولانا للنذر عمره، نعلن ولانا للنذر عمره، لجد العقيدة راح وفاية، لجد العقيدة راح وفاية، يوم الغدير بعيد الولاية. أهنئ الأمة الإسلامية بهذه المناسبة، عيد الغدير الأغر، مناسبة تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام، وأهنئ القائد العام علي الخامنائي وجميع الفقهاء والأمة الإسلامية وأهل قرية النويدرات، وأرجو أن يعود علينا هذا العيد الأغر وهو عيد الولاية بالنصر إن شاء الله المؤزر إن شاء الله، وبالإفراج عن مساجيننا يا ربي ونصرنا يا أرحم الراحمين، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الغدير بعيد الولاية، يوم الغدير بعيد الولاية، تدعى هدم الحامل الراية، تدعى هدم الحامل الراية. يوم الغدير بعيد الولاية، يوم الغدير بعيد الولاية، تدعى هدم الحامل الراية، تدعى هدم الحامل الراية.
تشهد لساحة الوغى حيدر، تشهد لساحة الوغى حيدر، قرب العيون ونزلت الآية، قرب العيون ونزلت الآية، يوم الغدير بعيد الولاية، يوم الغدير بعيد الولاية، جدد عهدنا الحامل الراية، جدد عهدنا الحامل الراية، يوم الغدير بعيد الولاية، يوم الغدير بعيد الولاية، جدد عهدنا الحامل الراية، جدد عهدنا الحامل الراية، من بات بفراش النبي الهادي، من بات بفراش النبي الهادي، حمل رسالة بروح شراية، حمل رسالة بروح شراية، يوم الغدير بعيد الولاية، يوم الغدير بعيد الولاية، جدد عهدنا الحامل الراية. نتقدم بأخلص التهاني وأجمل الأمنيات إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وإلى الفاطمة الزهراء، وإلى الأئمة المعصومين بهذه المناسبة، مناسبة عيد الغدير الأغر الذي فيه تولى أمير المؤمنين الولاية، ولاية الأمة بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. كما نهنئ المراجع العظام والمسلمين قاطبة وشيعة أمير المؤمنين خاصة بهذه المناسبة السعيدة، وكل عام وأنتم بخير. عهدنا الحامل الراية، جدد عهدنا الحامل الراية، يوم الغدير بعيد الولاية، يوم الغدير بعيد الولاية، جدد عهدنا الحامل الراية، جدد عهدنا الحامل الراية، الصوان الفرح بالزينة، نتر الصوان الفرح بالزينة، دار الصميدة نروح مشاية، دار الصميدة نروح مشاية، يوم الغدير بعيد الولاية، يوم الغدير بعيد الولاية، جدد عهدنا الحامل الراية، جدد عهدنا الحامل الراية، يوم الغدير بعيد الولاية، يوم الغدير بعيد الولاية، جدد على رأسها السيد القائد الخامنائي بمناسبة العيد الأغر، عيد الولاية وتنصيب أمير المؤمنين علي عليه السلام، وشكرا. نهج بعمرنا نعتن عناية، نهج بعمرنا نعتن عناية، بعيد الولاية، يوم الغدير بعيد الولاية، جدد عهدنا الحامل الراية، جدد عهدنا الحامل الراية، يوم الغدير بعيد الولاية، يوم الغدير بعيد الولاية، جدد عهدنا الحامل الراية، جدد عهدنا الحامل الراية، عشقنا المشانق والسجل لاجله، عشقنا المشانق والسجل لاجله، روح الموالي بحب وداية، روح الموالي بحب وداية، يوم الغدير بعيد الولاية، يوم الغدير بعيد الولاية، جدد عهدنا الحامل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نبارك لصاحب العصر والزمان هذه المناسبة الطيبة العطرة، كما نبارك لجميع المسلمين وعلى رأسهم السيد علي الخامنائي دام ظله الوارث، وأبارك جهود الشباب ومشكورين، والله يعودكم إن شاء الله، وجهد جبار يشكرون عليه، الله يعودنا وياكم إن شاء الله هالسنة وكل سنة إن شاء الله. جو يتبع الراية، يوم الغدير بعيد الولاية، يوم الغدير بعيد الولاية. تم التسجيل في استديوهات مؤسسة الحوراء الإسلامية. عهدنا الحامل الراية، يوم الغدير بعيد الولاية، يوم الغدير بعيد الولاية، جدد عهدنا الحامل الراية، جدد
عهدنا الحامل الرايه حب الصميد ما نزل عنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مبارك للأمة الإسلامية بمناسبة عيد الولاية، عيد ولاية أمير المؤمنين. ونبارك جميع العلماء والفقهاء جميعا، ونتمنى أن يعود علينا هذه الذكرى ونحن منتصرين إن شاء الله، والله يفرج عن جميع المعتقلين والمسجونين، لا سيما سماحة الأستاذ المجاهد الأستاذ عبد الوهاب حسين، إن شاء الله أن يكون بين أحضاننا في العام القادم إن شاء الله. وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نبارك ونهنئ بهذه المناسبة جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولا سيما ولي أمر المسلمين وفقهاءنا العظام، وإن شاء الله الله يعود العالم بهذه الولاية المباركة العطرة، عيد المسلمين وعيد الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، بتنصيب ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، والله ينصر شعب البحرين ونكون في حال أحسن من هذا الحال، ويفرج عن المعتقلين لا سيما أستاذنا الغالي الذي يضيئنا في هذه المناسبات بطلته المباركة علينا، ويحلي هذه الاحتفالات ويزينها بنظرته وبركاته إن شاء الله، ويفرج عن جميع المؤمنين وينصر شعب البحرين إن شاء الله، ويعيدنا على أحسن من هالحال إن شاء الله. باركين. اليوم على الإسلام تمم نعمته، اليوم دين الله اكتمل بولايته، اليوم تربح والله ناس الوالته، اليوم تخسر والله ناس العادته. الله يعودنا وياكم إن شاء الله، يعود هالأيام مرة ثانية. تحيينا علي يا علي، انت والينا علي يا علي، من الله تحيينا علي يا علي، انت والينا علي يا علي، بايعينك يا علي عهدينك يا علي، بايعينك يا علي عهدينك يا علي. تروي يوم النصب وحيدر قلوب، كل صحاح الكتب انظر هاش تشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بارك للمؤمنين في كل مكان هذه المناسبة، وعدها الله عليهم إن شاء الله باليمن والسعادة والبركات، والحمد لله رب العالمين. تحدينا علي يا علي، انت والينا علي يا علي، انت تحدينا علي يا علي، انت والينا علي يا علي، بايعينك يا علي عهدينك يا علي، بايعينك يا علي عهدينك يا علي. باركين إن شاء الله بالليلة. الله يوفقكم. يا علي يا علي، ضيعينك يا علي،
يبارك لك ان شاء الله بهذا اليوم. اسلم على اهلي وعلى ابوي وامي وان شاء الله يفرج عن اخي. مع السلامه. قد واحفظ قبرهم الفقراء يا علي الكرام. يا الله وجهك يا ابيض وجهك زود الله وجهك والهدي زود الله وجهك. شباب المهدرات يحيي مناسبة هذه الليلة. أضاء العيد لنا فجرا ونعيد اليوم له ذكرى. أضاء العيد لنا فجرا ونعيد اليوم له ذكرى. بخم عيد ساداتي بخم عيد ساداتي ومديح الآل به أحرى. أنا طفل كأجدادي أحب الطهر فيا بشرى علي حبه ذخري بدنيا الناس مع الأخرى. أنا طفل كأجدادي أحب الطهر فيا بشرى علي حبه ذخري بدنيا الناس مع الأخرى. أضاء العيد لنا فجرا ساداتي بخم عيد ساداتي ومديح الآل به الليلة إن شاء الله. سر فحبي للولا جهرا سألت الله يبقيني وأقضي في الولا عمرا. إذا حب الورى سر فحبي للولا جهرا سألت الله يبقي. الحمد لله بخير. الله يحفظكم ان شاء الله. السنه وان شاء الله وكل سنه وان شاء الله يعني احتفل ازيد وازيد ان شاء الله. العيد لنا فجرا ونعيد اليوم له ذكرى. بخم عيد ساداتي بخم عيد ساداتي ومديح الآل به أحرى. أعيد العيد كآبائي وأقرأ للملا شعرا أثني القول يحلو لي. أضاء العيد لنا فجرا أعيد العيد كآبائي أقرأ للملا شعرا أثني القول يحلو لي. أضاء العيد لنا أبارك زين. أولا إلى قائد أمتنا الإمام المهدي المنتظر اللهم عجل فرجه زين وإلى المراجع الأعلام زين ويرحم أموات المؤمنين والمؤمنات أجمعين يا كريم. مشكورين على هالتعب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم تسليما كثيرا ثلاث مرات. نهني الأمة الإسلامية بعيد الغدير الأغر، وهذا ليس تنصيبا للإمام علي فحسب وإنما صاحب العصر والزمان المؤمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على عيونك ثرب عيونك تشوفه وجهه من يسالف تعرق القصة تنزل ذاذلة من الحايط حروفه. على الآية الكبرى وترجمان الله تدرج جان حيدر والنبش رتل رتلها الرسول وقال بسم الله البسملة ولولاه ما بسمه. على القرآن
الإيمان على البرهان على بلوح الكفر سجيل على بعيد الفقير الوان على بعيني اليتام كليل. كل عام وانتم بخير. الله يهدنا بحال أفضل إن شاء الله. علي الهدم هبل وليطعن برمحان علي النزلت لشمس الله وعلي الصلات على خير العمل يحسب هذا الدين قدرة خالقك يا بالحسن جلال علي قطرة بحر ما وصف الكتاب علي قاض النبو بس ربك يعرفه قلع باب الحصن وتجف شال الباب شف الباب هو تمسك بجفه يا منقذ هاجر من الموت علي يا زمزم اسماعيل يا منقذ يونس من الحوت زبور انت بصحف ونجيل.